من أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأتي وقفة يومه، وتأتي مقاطعة صناديق هذه المحكمة، وتأتي مقاطعة جلسات هذه المحكمة، تعبيرا عن رفض القاعدة ورفض الجمعية العمومية من المحامين والمحاميات بجميع هيئات المحامين بالمغرب لقرارات جائرة سطرت في حقها وأصبحت مسودات تنشر ضدا في المواطن. نحن اليوم كمحامين نقف من أجل المواطن المغربي، نؤازر المواطن وندافع عن المواطن في حقه للولوج المستنير للعدالة. غادي نتكلم بالدارجة باش هاد الناس كاملين أنهم يفهمون علاش كنتكلموا، حيت ملي كتبان لهم بأن المحامون واقفين وبأن الأمر كيتعلق بالضريبة، فكنبغي نقول لهذا المواطن المغربي أن يستفيق. يا أيها المواطن راه خاصك تفيق، لأن الأمر لا يتعلق بنا حنا كمحامين، الأمر يتعلق بك أنت. أنت المواطن المغربي اللي عندك واحد الحقوق داخل المحكمة، اللي عندك ملف داخل المحكمة، سواء كان كيتعلق بالكرة ولا نفقة ولا زواج ولا طلاق ولا حاجة شغل ولا حاجة سير ولا معتقل ولا الناس اللي كتكون داخل السجون. أصبحت الحكومة تفرض عليكم ضريبة، بمعنى إلا بغيتي أنك تاخذ حقك خاصك تخلص الضريبة، والضريبة اللي تحدات والناس ما فاهمينهاش واللي كيقول لك بمبالغ 300 و400 درهم، لا، نحن ما كنتحدوش هنايا على ملفات، كنتحدوا على مسطرة، حيت المسطره غير في الافراغ ممكن انها توصل عده اجراءات، والاجراءات في هذيك المسطره كتوصل واحد المبالغ اللي هي كبيره بزاف. ملي كتولي انك تفرض على المواطن بهذيك القيمه اللي حددتيها انت، فانت كتمشي مباشره لجيب المواطن. صعيب ان الناس تكون باغا تاخذ حقها، وصعيب ان الناس كتجي للمحكمه باش انها تاخذ حقها وباش انها ما تمارس الشرعيه في الزنقه انك تفرض عليها ضريبه. صعيب علينا احنا كمحامون ان فاش يجي عندك واحد السيد اللي هو موكل، ولان هو كتشوف فيه من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه، واللي ممكن انك ما كتقضاش، ما عنده اتعاب مبدئيه لان ما فحالوش وما عندوش، باش تقول لها الشريف راه الا بغيتي تاخذ حقك راه خاصك تخلص واحد الضريبه ما عندها حتى شي علاقه بالاتعاب ديال المحامي، واحد الضريبه اللي غتفرض عليك واللي فيها واحد المبالغ كبيره. هنا الناس خاصها توقف على 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 حقها، باش كتوج للمحكمه وباش انها كتاخذ حقها من المحكمه خاصها توقف على الامور اللي كتعنيها هي. الناس ولات متضرره بزاف من المعيشه اللي كاينه خارج اسوار هذه المحكمه، كاينه الزيادات اللي هي كبيره بزاف في المعيشه، وكاين المدخول اللي هو محدود، والناس اللي باغت تاخذ حقها فكتجي وكتقول لي هلا راه خاصك تخلص على الحق ديالك باش انك غادي تاخذ واحد المبالغ اللي هو كبيره. صعيب بزاف. كنوقفوا اليوم لان وزير العدل بقراراته الفردانيه وبقراراته الفرديه تاخذ مجموعه من الاجراءات وفرضها على الوزاره ديال الماليه اللي فرضتها بدورها على المحاماه اللي غادي تفرض اوتوماتيكمون على هذا المواطن المغربي. حنا ما تشركناش في النقاش حول هذه الماليه، وحنا ما تشركناش في النقاش حول هذه الامور كيف سوف يتم تصديرها. حنا كنقولوا المواطن لا يتهرب من الضريبه، والمحامي لا يتهرب من الضريبه، المحامي يؤدي رساله نبيله، المحامي يؤدي واحد الواجب اللي هو حق المواطن فيه، المحامي كيؤدي واحد المهمه اللي هي رساله نبيله. المفروض ان الدوله خاصها تحمي المحامي وتحمي المواطن باش ان ما تكونش شي حاجه اللي غتخرج للشارع والمواطن غادي يولي متضرر منها على جميع المستويات. صعيب بزاف أن الحكومة تاخذ هذا القرار، وصعيب بزاف أن وزير المفروض أنه محامي، أنه كيعرف كيفاش المواطن كيتقدم ليه المكتب ديالو، وكيفاش كتكون الحالة النفسية والاجتماعية ديالو، وكيفاش أنه كيبغي حقه، أنه كيبدا يمارس عليه الضغوطات هذه في الجيب ديالو، صعيب بزاف. وبالتالي هذه رسالة نوجهها اليوم إلى وزير العدل للتراجع عن هذه المسودة. لسنا نقول له سحبوها مطلقا، ولكن فرض انها تسحب دابا الى حين مناقشتها. الوزير ما شاركش مع هيئه المحامين لمناقشه واحد الامور اللي هي كبيره بهذا الشكل هذا، ما ناقش مع الهيئات القضائيه، ما ناقش مع السلطه القضائيه تاخذ واحد القرارات كيتوجه بها مباشره بصفته السياسيه وبانه عضو في الحكومه وبان واحد المداخيل خاصها تدخل من جيب ديال المواطن. صعيب اننا نقبلوا هذا الشيء، وصعيب اننا نتجاوزوه، وصعيب اننا نستمروا في العمل ديالنا والمواطن يحتضر امام الولوج ديالو المحاكم. استاذ سبب الوقفة المتاحين. كل المجتمع المغربي عارف سبب الوقفة، الوضعية اليوم ديال مهنة المحاماة لا تبشر، الوضعية الاجتماعية اللي صعبة ومهنية صعبة، المحامون يشتغلون في ظروف صعبة.
وبالتالي مشروع قانون المهنة ولا مشاريع قوانين المالية ما جات إلا كرست نفس الوضع. كنظن هذه الوضعية الاجتماعية خاصها تاخذ الاعتبار الفاعل السياسي اليوم باش كيبغى يوضع أي إجراءات سواء عن طريق المشاريع أو لا أي مراسيم إلى غير ذلك، خصو يستشر الجهة المعنية. النقاش كان خصو يتفتح مع المعنيين، خصو يتفتح مع النقابات والهيئات والجمعيات والهيئات المحلية والجمعية. تغييبهم كيطرح سؤال من الأمر اللي كيهمهم. ثانيا وضع مقتضيات، أنا أقول الحكومة اللي كتكون في واحد المرحلة ديال الأزمة كتلجأ باش توسع لاسيات بفرض الضرائب، هذه حكومة في حالة عاجزة عن إيجاد موارد باش تسير. بالتالي هذا أسهل حل هو الفلوس، ولمن الفئات أو المهن اللي أصلاً عندها مشاكل اجتماعية. اليوم في المباراة السابقة تقريبا أكثر من 5000 محامي ما عندهمش مكاتب يتمرنوا لمدة 3 سنوات، في المقابل القاضي عنده مركز اللي كيدرب فيه وكيقرا فيه اللغات وكيدير فيه لافورماتيك وكيتبع الاجتهادات في العالم. المحامي ما عندوش، كيعتمد على ذاته باش يطور راسو باش ينتج وباش يشتغل وباش يأدي دوره. وبالتالي يا إما تكون إرادة حقيقية أن المحامي يؤدي المهمة ديالو بكرامة، يا إما هذه الإرادة غايبة وهذه النتائج ديالها هو حالة التغييرات. وبالتالي كنتمنى رسالة تكون وصلت على أن الوضعية راه ماشي غير مشروع قانون المهنة أو لا قوي، راه وضعية اجتماعية ضعيفة ومهترئة بالنسبة للمحامي، خاصها تخاد بعين الاعتبار. نحن جزء من أسرة القضاء ونحن نؤدي مهامنا في ظروف صعبة اجتماعيا ومهنيا. يتخاد هذا الشيء مقاربة خاصها تشمل كل الأطراف، تحضروا الحكمة يجلسوا على الطاولة ويحلوا المشاكل. كل هالمشاكل عندها الحل، خاص فقط تكون إرادة حقيقية ديال المحامي يؤدي المهنة ديالو بكرامة. شنو من الاقتراحات اللي عندكم وصلت؟ مجموعة الاقتراحات، احنا مثلا فيما يخص رفع من الضريبة، كنظن بأن أولا المحامي لا يتهرب من هذا، هذا واجب وطني بحالو بحال أي مواطن اللي كيأدي من لاسونس. الحل ديال هذه المشاكل خص تخذ بعين الاعتبار الوضعية ديال المحامي. راه كنقول لك وضعية اجتماعية، راه كاين المحامي اللي عنده أكثر من 20 سنة ما مديكلاريش في ليزانكو، ما عندوش مكتب يمارس مهنة أكثر من 20 سنة، ظروف اجتماعية صعبة. كاين وضعية اللي خصها يتم تشخيصها وتوضع الآليات لمعالجة هذا الشيء. سهل أننا نجيو نفرضوا واحد الضريبة على مهنة المحامي الأطباء باش ندخلوا مجموعة من الموارد، أسهل ما يكون، ولكن الآثار ديال هذاك الشيء خذ بعين الاعتبار. ليست كل مكاتب المحاماة راه مكاتب كبيرة وكتدخل، راه الغالبية العامة شباب. هنا أستاذ كيطرح واحد السؤال، القانون إلا سمحتي لي مقترح، المشروع قانون المهنة، مشروع قانون المهنة اللي يوضع مجموعة ديال المقتضيات اللي كتمس المحامين. وبالتالي لو كانت استشارة المحامين في هذه المسائل ما كناش نلقاو مشروع أصلا فيه الاحتجاج من البداية، ولأنه حتى تدبير المفاوضات ما كانش بشكل سليم، هو اللي وضعنا في هذه الوضعية ديال أن المحامين يخرجوا يحتجوا. لا، الدور ديال النقابة والسادة واش لما لا ما تكون مجموعة من اللجان فيه ما هو اجتماعي ما هو بعد المحامون كما قلتي كتكون مشكل ديال الامراض، كل اللي كيعيا ما عندوش، هذا شيء يكون اجتماعي انساني محض، وكذلك يعني تكون واحد المراقبه في اطار لجان فيها التتبع الماليه وشكون هما اللي لهم الحق يخلصوا الضرائب واللي مازال يلاه بادين تبارك الله يلاه بداوا في المسار المهني ديالهم. هذه المواكبه بهذه الطريقه ما كتشوفوش ان النقابه يعني الى توسعت بهذه الطريقه تقدر تعطي اكثر؟ كاين، انا كنقول لك كاين اشكاليات كبيره. التدبير الداخلي والذاتي للامور المهنيه من اختصاص النقيب والاستشاري. كاين الجمعيه اللي هي كتضم كل الهيئات في المغرب، ولكن راه كاين مشاكل. هذه المشاكل هادشي اللي كتقول هو اللي انا كنقترح، لانه الوزاره الوصيه خصها تكون تراعي بانه كاين هذه المشاكل. كيفاش يمكننا نرشدوا هذه الامور داخل النقابات؟
كيفاش يمكننا نعالجوا مشاكل ديال التقاعد ومشاكل ديال التأمين ديال راه المحامي عنده وضعية صعيبة ديال راه ما عندناش تقاعد ما عندناش لا ميتريك الأمور ماشي بحال قطاع أخرى وبالتالي هذا الشيء خص يتعالج كما قلت لك بشكل شمولي ها وضعيتنا ها مشاكلنا الدولة تحمل مسؤوليتها فيما يخص قطاع المحاماة هذا المحامي اللي كينجح في المباراة كيلتحق مكتب بشكل يعني البادرة الخاصة ديالو من بعد 3 سنين ديال التمرين كيمشي هو يحاول يكون مساعد او اللي يفتح مكتب ديالو يعني كله اجتهادات خاصة ديال المحامي يعني الدور ديال جهات اخرى اطراف اخرى ما كاينش وبالتالي انضمام النقابه من غيرها ما كاين والو وضعيه اجتماعيه صعبه هذا هو الواقع ديال المحامي كيجتهد باش يدير مكتب وباش يجيب زبائن حنا او موكلين وحنا كنعرفوا المهنه الحره في جميع المجالات صعيب يعني ان الانسان يتعايش معاه في ظروف ديال الازمه وظروف ديال كلها بلا ما نبدا نحكيها كوفيد يعني هذه كلها وضعيه اجتماعيه اللي خصها تتاخذ بالاعتبار لا المهنيه وباش يكون المحامي دي مهمته بكرامه لان هذه مهنه نبيله خص المحامي تعطاه القيمه اللي كيستحقها هو كيأدي راه كيدافع على الحقوق والحريات ديال المواطنين راه كينهض بحقوق الانسان داخل المجتمع المغربي وبالتالي ما نغيبوش هذا الشيء ونتعاملوا بشكل جزئي مع مهنه المحاماه ومساله ماشي مساله ضريبه ماشي مساله النظر لهذه المهنه كجزء من القضاء جزء من العداله انها تؤدي مهمتها بالنسبه للمجتمع تؤدي مهمتها بالنسبه للمواطن المغاربه المصلحه العامه هي اللي تستحضر وبالتالي الاطراف كلها كنظن واجبها اليوم تستحضر المستقبل شكرا لك.